فيتوريا مع ان حضرتك كنت بتشيد بيه. مش كلنا بنشيد بيه على اساس الارقام اللي كان عاملها. بس انا في كل الاشادات وليا تسجيلات وليا كتابات كنت بأشيد بحاجتين اتنين بس، ماتش بلجيكا وماتش الجزائر، وقلت قولا في اليوتيوب وفي الاذاعه وفي كل مكان يعني، وكتابه، لو لعبنا زي ما لعبنا قدام الجزائر او بلجيكا نقدر نعمل حاجه في كاس الامم. لا لعبنا زي ده ولا زي ده، دي نمره واحد. فالصفر مرتبط باداء فيتوريا في هذه البطوله، دي نمره واحد. دي نمره اتنين. نمره ثلاثه، احنا قبل ما يروح البطوله 14 مباراه تعادل في ثلاثه وخسر واحده مع تونس وكسب 12. فكل الناس قيمت ادائنا في البطوله بتاعت ابيجان على ان احنا بناء على هذه الارقام. ده تقييم غلط. احنا لعبنا بفرق كبيره، وده تقييم غلط. احنا لعبنا مع ثلاث فرق كبيره، بلجيكا والجزائر وتونس، خسرنا تونس وهكذا. المهم البطوله كلها لا التصنيف نافع بتاع الفيفا ولا التاريخ والالقاب وعدد. السنغال خرجت النهارده كمان، مش مهم خرجت ازاي، لكن خرجت. كل الحيتان تقريبا خرجوا. مصر خرجت، وغانا خرجت، والكاميرون خرجت، والسنغال خرجت، والمغرب والجزائر وتونس، دول كبار، دول كلهم كانوا في الترشيحات. اذا التقارير اللي بتتعمل والتصورات اللي بتتعمل دلوقتي قبل البطولات الكبيره على التصنيف وكل العناصر دي مش حقيقيه، مش ثابته. التقييم لازم يبقى على المستوى الحالي لهذه المنتخبات. كاب فيردي اتقدمت جدا لان في خطه حكوميه، خطه في الدوله فيما يتعلق بالرياضات، كره القدم والسله وكره اليد. هم عملوا ايه في كره اليد هنا في مصر كمان؟ عاملين السنغال عندها خطه حكوميه فيما يتعلق بكره القدم وهكذا. احنا ما عندناش ده، ما عندناش ده كمشاريع. كلمه مشروع دي بقى دمها تقيل قوي، لانها عامله زي مش عارف يعني الحاجات اللي بتتقال كده. انت ما بحبهاش. انا ما بحبهاش يعني. في بديهيات. هل حضرتك بديل فيتوريا ممكن اجنبي ولا مصري؟ برضو انا والله يا سيف انا عمري ما قلت صنفته الوطني ولا اجنبي. لازم مدرب كويس وخلاص. احنا عندنا مدرب مصري كويس. بس حسام حسن يقدر، بس على مستوى المحلي. لكن على مستوى الدولي لا، محتاجين حد يعني الاجيال الكبيره مش موجود. الله يعني ربنا يدي الصحه للكابتن حسن شحاته، كابتن جوهري الله يرحمه طبعا. قبل ما اطلع فاصل عايز اسال حضرتك سؤال. كان عندك من الجراءه في وقت صعب ان انت تتكلم في ملف محمد صلاح. انا عايز رد بسيط جدا. حضرتك تدي صلاح كام من 10 في البطوله دي فنيا واداريا، المشهد كله تديله كام؟ يعني انت بتتكلم على صلاح. ايوه 5 من 10، 4 من 10 بالكثير قوي فنيا. انما محمد صلاح لم تنجب مصر لاعب كره زيه، مفيش كلام، ولن يكون في 50 سنه اللي جايه ولا 30 سنه اللي جايه لاعب زي محمد صلاح. محمد صلاح حاجه ثانيه. صلاح كام على موقفه في ايه؟ ان هو سافر يتعالج في لا 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 انا ماشي. حضرتك تديله كام من 10؟ لا يعني انا رايي انا يعني انا قلت رايي في عز العاصفه يعني. ايوه ما انا عارف. 10 لان عشرة. لسبب بسيط بس لسبب لانه كان لازم يروح عشان يتعالج اسرع لانه كان هيرجع لنا اسرع. وقلت رايي بوضوح يعني ان مساله مش طعنا في الطب بتاعنا، انما الطب هناك اكثر تقدما. هو اللي احنا بنزعل لما نقول ان في واحد اول وفي تاني وفي تالت. طبيعي. ليه التاني والتالت بيزعلوا؟ صح. هو لازم كلنا نبقى اوائل. منتخبنا يتاثر كام في الميه من غير صلاح؟ لا مش كتير.